أهلا بكم في هذه الحلقة من آراء من واشنطن. نستعرض هذا الأسبوع رأيا لنازي موانيان، باحثة مختصة بالشؤون الإيرانية غير مقيمة في المعهد، وتقول بأن الإيرانيين هم ضحايا للنظام الإيراني، سواء بالقمع الاجتماعي، سوء الإدارة الاقتصادية أو العزل الدولي الذي وصلت إليه إيران. وفي حين كشفت العقوبات الأمريكية مواضع ضعف النظام الإيراني، فإنه لا يمكن لوم الولايات المتحدة على البؤس الذي تعيشه إيران، ويدرك الإيرانيون ذلك بشكل أكبر يوما بعد يوم. يشكل لوم الولايات المتحدة ركيزة أساسية في إيديولوجيا النظام الإيراني، وذلك منذ خطابات آية الله الخميني في سبعينيات القرن الماضي. ويرى الدبلوماسيون الإيرانيون سواء في طهران أو في المفاوضات في فيينا أن أمريكا هي مصدر كل الشرور، ولا يمكنها التكفير عن ذنبها مهما فعلت. ولذلك فإنه كلما حاولت واشنطن التقارب مع طهران أكثر، كلما تعنتت طهران في موقفها. تتابع موانيان بأن هناك أخبار جيدة رغم كل ذلك، وهي عزم إدارة بايدن على عدم التغاضي عن برنامج إيران الصاروخي ومستقبل البرنامج النووي بعد انتهاء مدة الصفقة النووية. وهناك وعي متزايد بضرورة عدم إعطاء إيران الحصانة أمام كل ما فعلته وتفعله في المنطقة. ويجب أن يتابع بايدن ضغطه بالتنسيق مع إسرائيل لإضعاف النظام الإيراني، أملاً بأن يفقد النظام الإيراني توازنه يوماً ما. هل تتفق مع موانيان في هذا الرأي أم أن لكم وجهة نظر أخرى؟ ألقاكم في الحلقة القادمة.